السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في قناة صالحة شانيل. اليوم بغيت نشارك معكم هذه الوصفة نتاع البسبوسة محشية بلا كريم، كتجي رائعة، هذه تصبح معتمدة عندكم. تابعوني باش تعرفوا المقادير وطريقة التحضير. لتحضير هذه الوصفة كنحتاج سيدتي لجوج البيضات، ساشية فاني، قبصة ملحة، خميرة كيماوية 7 غرام، 5 معالق سنيدة، 1 ياورت طبيعي بسوس، نصف كأس زيت وكأس سميدة. في واحد الإناء كنوضع الزيت والبيض، كنضيف كذلك الياورت الطبيعي وجميع المكونات الأخرى. بعد ما تخلطت كل العناصر كنوضع الخليط ديالي في المول وكنوضعه في الفران بعد ما نكون شعلته قبل. لتحضير الكريمة او الحشوة كنحتاجو 4 نتاع الفرماجات، 6 المعالق نتاع سنيدة، 3 المعالق نتاع النشا، ونصف لتر حليب، وجوج دانون او ياغورت طبيعي، واحد الخميرة ألزا. كناخد واحد الكاسرونة اللي كنوضع فيها الحليب وكنضيف كذلك المكونات الاخرى، سنيدة، نخلط المكونات. كنضيف كذلك النشا، مايزينا، وعلى نار هادئة كنوضع الخليط ديالي مع التحريك بدون انقطاع. من كيعقد الخليط كنطفيو البوطه، كنضيفو 4 نتاع الفرماجات مع التحريك دائما باش يذوبوا الفرماجات. وبعد ذلك كنضيفو الياغورت الطبيعي مع التحريك دائما حتى نحصلوا على الكريمة ديالنا. هذه هي البسبوسة ديالنا اللي دارت نص طياب، دابا كنخويو عليها الكريمة اللي حضرناها. ونوضعوها مرة ثانية في الفرن 15 دقيقة. بعد ما خرجنا البسبوسة ديالنا من الفرن
كنوضعوا فوقها خليط ثاني اللي حضرناه بنفس المقادير اللي حضرنا بها الوصفة الأولى، وكنوضعوه مرة أخرى في الفرن. هذا هو الشكل النهائي نتاع البسبوسة ديالنا. دابا غادي نسقيوها بالسكر والماء فقط. وغادي نشوفوا الشكل النهائي ديالها. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.